مرحبا فيكم يا أصدقاء بحلقة جديدة على قناتي حكم، أتمنى الاشتراك وتفعيل زر الجرس. بداية يا أصدقاء أتمنى الدعوة للشعب الفلسطيني، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. اليوم بدي أتكلم عن طريقة اللي هي تصدر نتائج بحث جوجل، خاصة بالأدوات مش خاصة بالووردبريس، أو حتى بجوجل كونسول لحتى تشوف عندك يعني في عدد نقرات وأمور زي هيك تستفيد منها بكم أكبر. بداية أصدقاء أنا قمت بتركيب هذه الأداة باعتبار اختصار روابط، لمحة بسيطة عنها. طبعا الأدوات بشكل مختصر ما بتطلب منك ولا أي مجهود، فقط أنك تروج إلها أو تنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي لحتى تقدر تحصل على بعض الزيارات اللي يتصدر مقالاتها. يعني بشكل أبسط اللي تقدر تدخل عناكب بحث فيسبوك، تويتر، انستغرام، جوجل على نفس الدومين لحتى تعززه وتنشره في محرك بحث جوجل. هذا هو الموقع، بسيط جدا. في قسم لوضع الصفحات، تعمل صفحات مثل هذه الصفحات. هذه الصفحات تتأرشف في محرك بحث جوجل، تقدر عن طريقها تتصدر. تمام، لو أجيت أنا على أدوات مشرفي المواقع، عندي حجم الزيارات 3 2 1، يعني بداية صعود، بداية دخول الزيارات على الموقع. هذه ميزة الأدوات، إنها ما بتطلب منك مجهود، فقط مجهودك إنك تعمل إلها ترويج، ترويج بسيط. في عندي هذا المقال حاصل على 8 نقرات، نشوف هذا المقال. لو عملت بحث عن هذا المقال، طبعا لهذا الموقع، اي انزل للاسفل، هاي اول مقال ممتاز جدا، وهي ثاني مقال. تمام، اذا هذا المقال حاصل على 8 نقرات، فانا واجب على الكلمات المفتاحية اللي موجودة داخل هذا الموقع، او هذه الكلمة المفتاحية اللي شايفينها امامكم، اعمل عليها 10 مقالات لحتى اعززها في محرك بحث جوجل. ووردبريس، بلوجر، اي كلمة مفتاحية عليها نقرات واجب انك تعمل عليها مقالات لحتى تعززها وتقويها لنفس المقال. شوف شو راح اساوي بالضبط. راح اتوجه على شات جي بي تي. انا تكلمت ان الذكاء الاصطناعي يعني صعب يتصدر، لكن تقدر تستفيد من المقالات الموجودة عليه. اعمل لي مقال خرافي على هذا العنوان. أريد مقال فريد لهذا النص. حتى الشات جي بي تي وقف. أريد مقال فريد لهذا النص. يطلب مني اشتراك، أتوجه على حساب آخر. نشوف هنا شات جي بي تي. أريد مقال فريد لهذا النص. زي ما انتم شايفين بدأ ينشئ لي مقال طويل عريض بالذكاء الاصطناعي. انا اخذ المقال بالكامل وألصق في صفحة للووردبريس على أساس تقدر تعدله بالطريقة الصح. أجي للعنوان
عنوان مشابه، عنوان مشابه لنفس ال، اختار اي عنوان بدي اياه، اخذ هذا العنوان، ترجمة للغة الانجليزية، اخذ هذا العنوان واتوجه على الموقع في صفحة ادمن على بيجس اللي هي الصفحات، واضع العنوان. لو انتم شايفين نفس الكلمة او الموقع القديم، موقع المتصدر اللي هو هذا الموقع، لحتى اتصدره بالكلمة المفتاحية الموجودة هان، وهذه اعمل لها ترجمة كاملة للغة الفرنسية، لان هذه انا تعتبر اداة، والادوات يعني اذا بدك تتصدر فيها بدك تتصدر فيها بالشكل الصح. وراح اضع هذه الصورة، ومن ثم سيف، وراح اخذ الرابط نفسه واعمل له ارشفه في ادوات مشرفي المواقع. طبعا يوميا لو عملت مقالة مجرد ما حصلت على بداية ارتفاع، لو اجينا على موقع سيمرش، موقع سيمرش يعطيك كافة الاحصائية صح؟ الاحصائية العالمية لأي دومين. وين الدومين؟ هاي الدومين. راح نشوف انه بدأ يمسك اربع كلمات، خمس كلمات مفتاحية جديد. هاي ارتفاع ست كلمات مفتاحية مثل ما انتم شايفين. طبعا هان الباك لينك 7 دون اي تدخل مني، نشرت مقالين قبل اسبوع واليوم كمان مقالين. هان ارشف المقال، مثل ما انتم شايفين النتيجة جميعها صح في جوجل سيرش كونسول، والامور بالسليم. وانا ادعوكم جميعا للتوجه للادوات، تقدم خدمة للناس تحصل بالمقابل على حجم زيارات هائل جدا. يعني لو اجينا فحصنا على اسم هذا الدومين اللي تم اختياره، هذا الدومين راح نشوف في موقع جديد متصدر اللي هو هذا الموقع. ايضا هذه الاداة موجودة عندي، راح افحص على الدومين كم حجم الزيارات. هذا دومين مختلف ايضا مثل ما انتم شايفين، بدأ بصعود وصعود صعود، 67000. موقع جديد خفيف نظيف حلو، اتمنى التوفيق. هذا حجم الاشتراكات، كل التوفيق. طبعا ما في صفحات، صفحات بسيطة جدا، شايفين اللوجو بسيط، اموره بسيطة. اتمنى التوفيق لكم ويسعد اوقاتكم الطيبة.